بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صراحه عزيزي، تجربه مباراه النجم والساحلي والترجي كانت بالنسبه لي لذيذه جدا، جابت لي مشاهدات ومشتركين، فقلت اتفرج على ماتش بيراميدز والصفاقسي، بما ان الصفاقسي من الفرق التونسيه اللي عندها تاريخ. بس للاسف الشديد اللي عرفته ان الصفاقسي دخل في نفس النفق المظلم بتاعه فاق سطيف، مفيش فلوس وجوده اللعيبه نازله خالص والدنيا بالنسبه لهم صعبه. قلت بيراميدز فرقه قويه وفرقه بتقدم كوره، وايهاب جلال هيروح يقدم كوره وتيكي تاكا بقى وكورتك الجميله. ببص لقيت ايهاب جلال بيلعب 3 4 3، اسامه جلال وعلي جبر واحمد سامي بنامن الكوره العاليه. طب بتامن الكوره العاليه وراهم شريف اكرامي ليه؟ عادي، نص الملعب عندي هيكون في بلاتي توريه وجنبه وليد الكارتي اللي بالنسبه لي انا لعيب من المستخسرهم جدا في بيراميدز. انا مستخسر جدا وليد الكارتي وخامه وليد الكارتي دي بيراميدز بصراحه. يعني حسين السيد ناحيه الشمال، احمد فتحي ناحيه اليمين، اريك تراوري على طرف، رمضان صبحي على طرف، فخري لقاي سترايكر، 3 4 3 صريحه. تمام، خايف من العرضيات اهو، رايح عارف ان هو هيقابل فرقه بتلعب عرضيات كتير زي الصفاقسي في ملعبه، لان كابتن ايهاب واحنا عندنا في مصر هنا في عقليه بالنسبه لنا راسخه في دماغنا ان اخواتنا في شمال افريقيا بيحبوا الكره العاليه، بيحبوا الكره العاليه والكره الثابته كلها بالنسبه لهم بتكون خطيره جدا. فاي فاول، اي كوره طوليه هكون مأمن بثلاثه تحت طوال زي اسامه وعلي جبر واحمد سامي. تمام، لبست جون انت من كوره عاليه كويس، ما فيش اي مشكله، بتحصل عادي، ده هدف تعادل. انا كنت راسم المباراه ان انا اسجل هدف، احمد فتحي جات له واحده الشوط الاول كانت اوفسايد، وليد الكارتي الشوط الاول مهاره فرديه سجل هدف، رمضان صبحي للاسف اتصاب ونزلت مكان عبد الله السعيد. تمام. طب فرقه الصفاقسي الناحيه الثانيه، لا على الله حكايتهم خالص، على الله حكايتهم بجد والله خالص، اللي هو فرقه يا جماعه هتخسروا، هتطلعوا، هتتعادلوا، هتصعبوا الامور، الحل بالنسبه لكم انكم تكسبوا. ما عنديش حد يعمل فرق، والله عندي مشاكل في نص الملعب، والله عندي مشكله في اطراف، ما عندهمش سرعات ولا عندهم واحد على واحد كويسين. هتعمل ايه؟ العب عرضيات، لعبت عرضيات وربنا كرمك وسجلت هدف عن طريق فراس شواط. اول حاجه بتعملها ايه هي؟ انك تزود مهاجم تاني مع فراس، لا انت طلعت فراس في الدقيقه 86، اللي هو انت بتعمل ايه؟ لما تقعد تبص على المدير الفني تلاقيه راجل برتغالي. اه والله بجد، يعني هم جايبين مدرب اسمه جورجو كوستا، المفروض ان هو برتغالي بقى، ومفروض ان الراجل ده يعني مدير فني هيعمل اضافه، الراجل اللي عمل اضافه ولا عمل اي حاجه، الفرقه حرفيا ما لهاش اي شكل جوه الملعب، الفرقه ما لهاش اي شكل، وكابتن ايهاب جلال الناحيه الثانيه جاي يعمل جيم دفاعي، اللي هو يخرب بيوتكم، انا جيت ضيعت 90 دقيقه من عمري على ماتش فاضي. اه يا ولاد اللذين، كان حته ماتش الاهلي لا يرجعوا ابدا، في ماتشات كده تبقى نفسك الحكم يطولها، في ماتشات بيبقى نفسك الحكم يصفر بعد اول نص ساعه، الماتش بتاع النهارده ده كان نفس الحكم يصفر بعد اول نص ساعه بصراحه. مباراة غريبة ومملة جدا جدا. طيب يا عمي سيبك من ان الجون جه في الشوط الثاني في اوله وانت عملت تاخيرة الفرود اللي هو شواط في اخره، تمام، فين بقى الباقي ان بتوين يعني في الشوط الاول ونص الشوط الثاني كنت بتعمل ايه حضرتك؟ ما كنتش عارف تعمل اي حاجه يا باشا. شريف اكرامي حارس عندنا في مصر بنشوط عليه كتير، انت ما شوطتش عليه خالص، انت لعبت عرضيه واحده شريف اكرامي تصدلها والكره الثانيه وقعت من ايد شريف اكرامي، فانت بسم الله ما شاء الله ما عرفتش توصل اساسا لمرمى شريف اكرامي، حط لقطه الهدف انت وصل لها كره صدفه، كره عرضيه واحد وسط ثلاث لعيبه طلع وحط هدف، ومع ذلك ما كررتهاش تاني، اللي هو ايه ده، دي جت عرضيه والله ما هعملها تاني، اللي هو انت ممل صح، انت جاي برتغالي انت دافع فلوس عشان تاخد جنسيه من برتغاليه صح، اكيد ما هو انت مش برتغالي اصلي، صعب انك تكون مدير فني برتغالي اصلي، شكلك كده من المضروبين الصينيين اللي بيتباعوا في السوق للفرقه اللي معاهاش فلوس، وللاسف الصفاقسي بقى فرقه معاهوش فلوس فبيبيعوا له مدرب صيني، اللي هو خد ده حوار البرتغال ده ساعتك، اللي هو جورجي ده حوار البرتغال حرفيا، وكابتن ايهاب عمل اللي هو عايزه، راح خد النقطه واول مجموعه 10 نقاط، خلاص عاش كابتن ايهاب على خير. اه مش هقول لك الف مبروك لجمهور بيراميدز لان احنا عارفين اللي فيها، ما فيش حاجه اسمها جمهور بيراميدز اساسا، هارد لك لجمهور الصفاقسي وربنا يصبركم على المحنه اللي انتم فيها دي، لان موضوع الفلوس بقى بيسبب مشاكل كتيره جدا للانديه الشعبيه اللي للاسف الشديد بدات تندثر في عالمنا العربي من قله الفلوس اللي بتتضخ فيها. ربنا يكون في عونكم ويكون في عون الاسماعيلي ويكون في عون وفاق سطيف ويكون في عون كل الفرق اللي كانت كبيره في يوم من الايام والزمن جه عليها.